عم حس انه ما عم نرتاح لما بنجتمع سوا. مزبوط، من وقت ما صرنا بسكندرون صار هيك. اصلا انت صاير عم تتضايق لما عم تشوفني، فيك تقلي اذا عم تنزعج. شو هالحكي؟ انت هيك عم تفهميني غلط، صدقيني. لازم تعرفي انه في امور عم تصير مانا لصالحك. ولا يهمك، بسيطة رح ساعدك، كله بسببي. أنا آسف. اهلا وسهلا، شو هالنشاط هاد؟ صباح الخير، هدول تقارير من بابا. خير شو بوشك؟ اولاد كانوا عم يلعبوا بالطابه، قاموا ضربوني فيها، يظهر كانوا عم يفشوا خلقهم فيني. عن جد عم تحكي؟ اي عن جد، في كتير اولاد بيلعبوا بالليل. ليش ما بتعرفي؟ انا مبارح عرفت هالشي. ليه واقفه؟ تفضلي. قبل شوي كان أمير هون. بعرف، شفته وهو طالع، كأنه مو عجبته الشراكة معنا، فكرته بطل، بس إجا اليوم وفاجأني. صعب كثير تعرفي شو بده. ما عم بفهمه. شو مبين ما عاد بدك تتعلم تركب خيل؟ ما بدك تكمل دروسك؟ طبعا رح كمل الدروس، بحياتي ما تركت شغلة بعد ما بلشت فيها. رح خلص شغل وبعدين منروح. منيح، لكن رح استناك هونيك. ماشي، الله معي. عم بيقول الدكتور انه ما كشف عليها، بعتذر منك. بس هي قالت لي انها اجت لهون. دقيقة، هلا تذكرت، اجت وانتظرت شوي وبعدين اعتذرت وقالت انه عندها شغلة مستعجلة. ماشي، ما تأخذيني، عطلتك عن شغلي. ولا يهمك. مرحبا ليلى، كيفك؟ شو هالمفاجأة؟ خير ان شاء الله. بدنا نروح نجيب هدية، اليوم عيد ميلاد عاصي. قولي لها عقبالي المئة سنة. ماشي بيوصل. في شغلة تانية بدي اقول لك اياها. شو هي؟ رولا حامل. شو هالخبر الحلو، عن جد عم تحكي؟ الف مبروك يا حبيبتي، راح تصير ام. نيالة مو هيك؟ ليلى صحيح، بدي اسالك كيف خالتك هلا؟ يعني احسن شوي. شو حبيبتي؟ يلا امشي. ماشي، يلا باي. الله معكم. خاطرك. باي. جاي هي وملك. يا الله شلون بدي احكي معها هلا. اهلين. اهلين حبيبي، ان شاء الله الف مبروك على المحل. تسلمي. كيفك عارف؟ اهلين فيك. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا فيك. من زمان عم نستنى زيارتك يا ست سهيلة. تفضلوا يا جماعة، لقمتين على الماشي. تجي معي شوي بعد إذنك؟ هون، لأنه في شغلة بدي أخذ رأيك فيها. ماشي. كيف؟ مختمر منيح؟ اي يسلموا ايديك، هات عنك انا بصبه. هاي زبطت شغل لحالك، انا ما قدرت ساعدك ولا اعمل لك شي، بس ماشي الحال.
مع هيك أنا كتير مبسوطة فيك. ليش ما رحتي لعند الدكتور؟ أنا رحت على عيادي وسألتهم. لأنه بصراحة ما كنت مقتنعة بالروحة. بعدين الدكتور شو بده يعمل؟ واللي صار بالليل؟ ليش شو صار بالليل؟ هاي شوية منامات بتصير عادي، بس ما كون صرخت. خلينا ناخد لهم الشاي. نحن على طول منجي لهون. أهلين وسهلين. منحب هذا المحل كتير، مو كريم؟ بس من حبة حماية أكتر. عم نفكر نسكن عنده، مو مطولين، أحسن شي. شو قصدك؟ كريم عندك شي المساء؟ استأجرت مركب، عم فكر نطلع مشوار. شو قلتو؟ مركب؟ معقول كتير، ما في مشكلة منروح. كريم اليوم بدنا نحتفل بعيد ميلاد عاصي، شو نسيت؟ بدنا نروح على بيت أهلي. اها كنا رح ننسى. أنا اليوم الصبح انتبه شفت تاريخ ميلادها بالعقد عندي، عم فكر اتصل وعايدها. أكيد رح تعملوا لها حفلة عائلية. ما نحن دائما بنحتفل بالبيت. كيف رح تحتفلوا؟ شو حضرتوا السهرة؟ لسه لهلأ ما قررنا شو بدنا نعمل، بس مفكرين نعملها مفاجأة لعاصي كتير حلوة. خليني فكر معي، يمكن يخطر على بالي شي شغلة. يعني إذا بدكن مني مساعدة أنا جاهز. ماشي أنا موافقة. كريم معلش أخذ حصانك. طبعا ليش لا، خده أمتى ما بتحب بدون ما تسأل، ما في أي مشكلة. طب بكير ليش رايحين؟ أنا اليوم ما عندي شغل، عادوا منتسلى أحسن ما تضلي لحالك. لا تاكل همي حبيبي، خليك بشغلك. إذا حسيت حالي متضايقة بخبرك ومنروح سوا على الدكتور. ماشي ماشي، دير بالك على شغلك. ها ماشي، وانت ديري بالك. أنا اليوم رحت وقعت العقد مع علي. عن جد عم تحكي؟ وليش مستعجل؟ يمكن يكون هيك أحسن. مو على أساس في أمور مانك مرتاح لها؟ شو بعرفني؟ وينو كريم؟ لك صحيح فاتن كانت هون وقالت لي اختروا لها حامل، بعدين راحت هي وكريم ليجيبوا هدية لعاصي، اليوم عيد ميلادها. أهلين رسلان. ما راحت لعند الدكتور، ومبارح بالليل راحت على مزرعة إحسان بيك وأنا لحقتها وهي ما عم تتذكر. شغلة غريبة.